رجال السنة بامتياز وكل سنة، إنهم الوطنيين الساهرين على خدمة الوطن بقيادة أمير المؤمنين وقائد الأمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. قامت مواقع المملكة باختيار الشخصيات التالية كرجال الدولة لسنة 2017 مثل كل سنة ويستحقون، وذلك اعترافا منا لما بذلوه ويبذلونه من تضحيات في سبيل خدمة وطنهم بجانب قائدنا الأعلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. تضحيات جسيمة وخدمات جليلة في صمت وتفان ونكران ذات، واستحقوا منا كل التقدير والاحترام. السيد فؤاد عالي الهمة مستشار جلالة الملك بالديوان الملكي، السيد محمد رشدي شرايبي مدير ديوان جلالة الملك، السيد محمد منير الماجدي مدير الكتابة الخاصة لجلالة الملك، السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، السيد محمد ياسين المنصوري مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات، السيد عبد الفتاح الوراق الجنرال المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، السيد عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية. هؤلاء الرجال الذين بصموا تاريخ الدولة بأعمالهم لصالح الوطن في صمت ونكران الذات وفي إخلاص لشعارنا الخالد الله الوطن الملك، واستحقوا منا جميعا كل التقدير والاحترام. مواقع المملكة المغربية، خديم الأعتاب الشريف مولاي عبد الله بوسكراوي.